المرشد الزراعي هو عين وزارة الزراعة داخل الأراضي الزراعية المصرية. المرشد الزراعي هو المسؤول عن نقل المعلومة إلى الأراضي الزراعية وتطبيقها على أرض الواقع. أيضا هو مسؤول عن يتعامل ويحل المشاكل مع المزارع التي تواجهه. لكن المرشد الزراعي وراءه قطاع إرشاد ضخم. قطاع الإرشاد أيضا هو مسؤول عن توصيل الأبحاث العلمية وتطبيقها على أرض الواقع. أيضا قطاع الإرشاد مسؤول عن توصيل السياسة الزراعية إلى الأراضي الزراعية وتطبيقها. إحنا النهاردة في برنامج أجندة مرشد صفحتنا هتتكلم عن الإرشاد الزراعي الواقع والمستقبل. علشان نتعرف أكتر على دور الإرشاد وعلشان نتعرف أكتر على الخطة المستقبلية للإرشاد بيبص للأراضي الزراعية المصرية والمزارع المصري هيتعامل معاه إزاي في الفترة القادمة، لازم نتواصل مع المسؤولين. إحنا دلوقتي مع الدكتور محسن سعد علشان نتعرف منه أكتر على دور الإرشاد والخطة المستقبلية لتطويره والتعامل مع المزارع والأرض الزراعية. في البداية أنا برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بكم في محافظة الغربية بمركز طنط. دكتور محسن، زي ما انا بتكلم عن الارشاد ودوره، الخطه المستقبليه وال يعني العناوين العريضه اللي الارشاد حاططها علشان يطبقها داخل الاراضي الزراعيه المصريه بيبص لها ازاي في الفتره الحاليه؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو دور الارشاد الزراعي دور حيوي ورئيسي واساسي في نهضه الزراعه بمصر، لان الزراعه بمصر عليها دور كبير جدا جدا خلال الفتره الماضيه والمستقبليه ان شاء الله، لان احنا بنعاني من مشكله زياده سكانيه كبيره جدا مع نمو او انتاجيه ما بتقابلش الزياده السكانيه الكبيره، وبالتالي بنحتاج في وسط نقول عدم الاتزان العالمي في كل المحاصيل والمشاكل اللي بتحصل والكلام ده، فاحنا كل دور الارشاد الزراعي ما نبقاش تحت رحمه بعض الدول اللي احنا بنستورد منها احتياجاتنا الغذائيه الاساسيه. فالارشاد الزراعي كمنظومه واحده او كوحده كامله بتقوم نتيجه تخطيط من جهاز الارشاد وقطاع الارشاد في الوزاره، بتخطط لعمليه مستقبليه ان احنا بعض المشاكل اللي احنا يعني عندنا محاصيل استراتيجيه موجوده للحبوب، زي مثلا نفرض من اولها القمح والذره والارز، الثلاثة محاصيل رئيسية واستراتيجية. فهو المحصول مش الغرض ان انا انتج احتياجاتي، انا ما كنتش تحت رحمة بعض الدول اللي بتدينا احتياجاتنا الغذائية وخاصة الحبوب. دي نقطة هننطلق منها لمواضيع مهمة جدا. حضرتك مسؤول عن الوجه البحري. بالظبط كده. علشان تطبق سياسة استراتيجية للنهوض بمحصول معين استراتيجي وتقدر تحاول ان احنا نحقق منه اكتفاء ذاتي بالنسبة لمصر، ادواتك اللي هتشتغل بيها هي البحث العلمي اللي هناخد منه احدث الهجن بذور ومدخلات زراعيه. ايضا علشان توصل المعلومه دي محتاج مرشد زراعه، مرشد زراعي اللي هيتحرك معاك وهيتابع مع المزارع. احتياجات المرشد الزراعي في الفتره دي محتاجه لتطوير. ايه هي الاليات اللي هنقدر بيها نرفع اداء المرشد الزراعي؟ قبل ما اقول احتياجات تطوير المرشد الزراعي عموما، اقول سياسه الارشاد الزراعي لتطوير. سياسه الارشاد الزراعي في التطوير الاول ان انا حلقه الوصل ما بين المبحوث والمزارع. حلقه الوصل ديت ان انا بقدم خدمه ارشاديه للمزارع او تنميه للمزارع بطريقه غير مباشره، هو ده الارشاد الزراعي. ان انا بقدم الخدمه الارشاديه من خلال توصيات. مين اللي بينقل التوصيات ديت؟ المرشد الزراعي. فلنفرض ان انا امام محصول استراتيجي زي القمح. محصول استراتيجي زي القمح دلوقتي انا وصلت احتياجاتي من القمح من بره حوالي 60%، يعني استهلاكنا حوالي 14 مليون طن، احنا بننتج حوالي 7 مليون طن تقريبا يعني. فالاحتياجات ديت الكبيره انا ببقى تحت رحمه الغير، انا بنقل للمرشد الزراعي باجهزه
واعلمه وانقل له الثقافه الزراعيه الجديده من خلال محاور عندي. المحاور اللي عندي دي بقول ايه؟ والله انا بقول ان انا اصلا موضوع كبير جدا زي موضوع مثلا فلنفرض القمح محصول رئيسي استراتيجي عندي. بقول ان انا عندي اربع محاور له عشان ان انا اعمل نهضه ارشاديه زراعيه داخل مصر. عندي محور افقي ومحور راسي. المحور الراسي اللي عندي ان انا ازود انتاجيه فدان القمح، وزياده انتاجيه فدان القمح دي ما بتتقتاش ان انا بساير وتماشى مع البحوث الزراعيه الجديده والاصناف الجديده اللي بتنتج في المراكز البحوث وابدا انقلها للمزارع. يبقى اول حاجه لازم المرشد بتاعي يتعرف على هذه الاصناف. ايه الاصناف الجديده اللي عندي؟ انا دلوقتي وصلت عندي سلسله 12، عندي مصر واحد، عندي مصر اثنين، والاصناف دي كلها عاليه الانتاج، بتلبي رغبه المستهلك، ثلاثه مقاومه للامراض، بتقاوم الظروف الجويه والبيئيه اللي عندي، وخاصة ان انا في وسط الخضم الكبير ده عندي مشاكل كتيرة. عندي مشاكل امراض بتجيلي من بره زي امراض الاصداء، عندي مشاكل جوية وظروف جوية انا بعاني منها دلوقتي، خاصة مع ان انا مثلا محصول زي القمح محصول شتوي بزرعه في وسط وقت شتوي بيبقى فيه منافسة بينه وبين محصول بقولي تاني اللي هو البرسيم اللي بيلبي رغبة الفلاح. يعني كده عندي تنافس بين محصولين مهمين جدا في دورة واحدة في وقت واحد، الاتنين شتوي، البرسيم وعند القمح. لو المزارع بتاعي بالمعنى اللي احنا نقول البلدي اللي احنا نتكلم عنه، المزارع بيهمه قد ايه هيخش جيبه هو، مش قد ايه انا بديله، قد ايه بيخش جيبه هو، العائد من المحصول اللي هيزرعه ده كام، فبالتالي يبدا يلبي رغبته. فانا اروح اديله صنف كويس جايبه من البحوث ابدا اعرفه عليه، المصر 12 سلسه 12، مصر 1، مصر 2، مع اصناف الجميزه 9 و10، الاصناف الجديده اللي موجوده عندنا، ابدا سخه 3 سخه 4، ابدا اعرف المزارع. فانا بدات من خلال خطه ارشاديه في على مستوى جمهوريه مصر العربيه ان انا اعمل ايه. اول حاجه في الشغل بتاعي اعمل سياسه صنفيه. السياسه الصنفيه ديت ايه؟ اقول محافظات الغربيه والمنوفيه وكفر الشيخ اللي يجود فيها اصناف كذا، دي سياسه صنفيه. محافظات الوجه الابلي بيجوب فيها ايه الاصناف دي، محافظات الصعيد بيجوب كذا، محافظات الوجه الابلي كذا، في اصناف للخبز، في اصناف للبكرونه، في اصناف يعني انا من خلال مجمل معين ببدا اعلم المرشد وادربه، اقول له لما يجي المزارع بتاع كفر الشيخ ظروف جويه معينه أراضي تميل للأراضي الملحية هناك، يبقى الأصناف اللي بتجود معاك إيه؟ سخة 3 وسخة 4، المزارع لما يجي لك تقول له دول. لما يجي لك المزارع الموجود في الغربية في الأليوبيال في المنوفية عندك أصناف زي 6-16، عندك مصر 1، عندك مصر 2، أبدأ أشتغل على الأصناف دي. بيجي لي المرشد، أبدأ أنا كراجل مدير عام لإرشاد وجه بحري، أقعد الجماعة الأساتذة الباحثين بتوع البحوث اللي موجودين عندي هم الاساس اللي عندي، يجي دورات ارشاديه ابدا اقول الصنف ده بيقول ايه؟ توصياته ايه؟ امتى يتزرع؟ امتى سمده؟ امتى ارويه؟ امتى قاوم الامراض؟ الامراض دي بتظهر امتى؟ الجرعات امتى؟ مكافحه الحشائش امتى؟ كل مجموعه التوصيات ديت انا كراجل بتاع ارشاد بقول له ان دي حزمه توصيات. حزمه التوصيات ديت لو انا ما قدرتش انفذها بالمعنى الصحيح ما قدرتش انفذ سياسه الوزاره بتاعتي ومراكز البحوث. يعني انت بتثقل الخبرات والمعلومات لدى المرشد علشان يبقى عندك فريق متكامل. ما نقدرش نقول عليه ان هو ارشاد زراعي فقط، لكن هو مرشد وباحث في نفس الوقت، يقدر يوصل المعلومه بالزبط. البحثيه والعلميه بالظبط وتطبيقها على ارض الواقع بالظبط. وبالتالي انا لما باجي اقول للمزارع اقول له ايه؟ المرشد قاعد بتدريب المزارع بواسطه اخصائي، الاخصائي ده اللي هو المرشد بتاعي بيقعد يقول له يا عم الحاج احنا هنزرع ايه؟ هنزرع الاصناف دي. طب انا هقول لك حاجه، الاصناف اللي عندي ديت الصنف اللي عندي ده بيقول ايه؟ بيقول الري بتاعه كميه التقاوي اللي انا بزرعها، لا ازرع محصول كثيف قوي ولا تخفيف قوي، بحس ان الغزاره بتاعه النمو الاشطاء او التفريع الجانبي بتاع المحصول زي ما احنا بنقول عندنا في الارشاد ما تبقاش عاليه ولا ضعيفه. ليه؟ انا بقول له لما انا بتقل الصنف بتاعي ايه اللي بيحصل؟ لما انا بخف الصنف بتاعي ايه اللي بيحصل؟ وبالتالي كل ديت بتبقى في عقل المزارع وعينه. انا نجاحي كراجل مرشد او كجهاز ارشاد ايه؟ ان انا اوصل بانتاجيه الحقل عند المزارع زي انتاجيه الحقل داخل مركز البحوث. لو انا الصنف بتاعي في مركز البحوث بيجيب 30 اردب، لا لو انا نجحت كراجل مرشد اخلي المزارع يجيب 30 اردب، يبقى اطبق التوصيات مظبوطه. ده نجاحي كراجل مرشد. وبالتالي انا بعمل تنميه غير مباشره للمزارع، بعرفه الصنف بالزرع ازاي. دكتور محسن انا في نقطه يعني قلقاني وقلق كتير من الناس المهتمه بالزراعه في مصر وامن مصر الغذائي القومي.
النهارده واحنا بنتجول داخل الاراضي الزراعيه المصريه وعلى امتداد الطريق لاحظنا التعديات الصارخه على الاراضي الزراعيه. هل يمكن للارشاد ان يكون له دور يعني نوع من التوعيه للمزارع بالحفاظ على الارض الزراعيه وبالحفاظ على هذه الثروه القوميه؟ هو انا بس انا عايز في معلومه احصائيه خلال السنتين اللي فاتوا احنا بنفقد كل ساعه 3 فدادين. بنفقد في السنه 30,000 فدان. بنفقد خلال 183 سنه ارضنا الزراعيه كلها. احسبها انت المعلومه دي بقى كده كويس، 3 فدادين في الساعه المعدل الاحصائيه الاخرانيه. 3 فدادين السنه بنفقد 30,000 فدان، خلال 183 سنه هنفقد ارضنا الزراعيه كلها، وضمن الخطوره الشديده جدا جدا اللي بنعاني منها. جهاز الارشاد جهاز مش لوحده له دور التوعيه، معانا الاجهزه كامله بالكامل، معانا اجهزه المحليات وقياده المحليات والقادة الريفيين والكلام من ده، نقول ان ده خطر بنواجهه احنا كمجتمع ككل، يبقى بالتالي انا مطلوب مني ان انا احافظ على الرقعه الزراعيه بتاعتي. الارشاد والمرشد الزراعي عينه موجوده في الارض الزراعيه دايما بالزبط. وبالتاكيد انتوا دلوقتي مطلعين على احصائياته، وبتكلم مع حضرتك وعارف ان في 3 فدادين بتفقدهم مصر الساعة. من ثروتها الحقيقيه القوميه في الساعه. يعني التواصل مع الجهات المختلفة والتنفيذية أو تحريك هذه الجهات لمتابعة الأراضي الزراعية ممكن يتم عن طريق الإرشاد؟ الإرشاد أنا شوف أنا كدوري الراجل المرشد بينزل الحق من قبل عملية يبور أرضه أو يخالف أو يبني عليه، أنا بدي التوصية بتاعتي. يعني بقول له أنا مش بالقوانين لوحدها هي اللي ترضى على المزارع، هي مش القوانين لوحدها، في حاجات تانية غير القوانين. إن من بداية إن هو يفكر يخالف غير ان انا بديله محضر، يعني عندنا قوانين تشريعات من 150 لغايه 157، الحبس والغرامه والازاله والطرد، كل القوانين دي كلها. المزارع في الهوجه اللي حصلت ديت مش عارف قد ايه الخطوره اللي بيعاني منها لما انا ببور كل الاراضي دي، فبالتالي انا بروح عنده بقول له انا لما انت بتبني بعمل لك ازاله وعلى حسابك وغرامه والاخره ترجع ارض زراعيه ومش هتستفيد منها والكلام من ده. هي الهوجه بدات بالتوعيه اكتر، ان احنا مجمل كله ان احنا في مركب واحد. في مركب واحد يستدعيني ان انا كجهاز ارشاد وجهاز بحوث وقضاء ريفيين ومحليين وكل الناس ديت التوعيه شامله. يمكن لو بعد اللي حصل ده كله بدات العمليه دي تقل، وبدا عمليه التعدي على الاراضي الزراعيه تقل جدا جدا، لان المزارع بدا يفهم ان مفيش نتيجه من وراها غير ان هي تتزال، وغير ان هو هياخد كذا وكذا وكذا وكذا، الاحكام اللي هو عارفها كويس وحافظها كويس المزارع. عايزين ناكد عليها النقطه دي مره ثانيه. احنا بنقول ان المزارع دلوقتي جهاز الارشاد بينزل بيعمل توعيه ان في حاله التعدي الارض الزراعيه احنا ما بننتظرش المزارع ان هو يبني، احنا من قبل ما بيفكر ان يبدا يحط طوب او يحط رمل او يحفر بنبدا نعمله كذا محضر ورا بعض لغايه المحضر النهائي ويقوم مبنى بيحصل ازاله، ويبدا القوانين من 150 و151 و153 و156 و157 كل القوانين بتاعه التشريعات بالازاله والحبس والغرامه وكل الكلام ده بنواجه. بس احنا بالتوعيه الارشاديه بتاعتنا يمكن العمليه بدا المزارع يحس بقيمه الارض الزراعيه. انا بقول كلمه واحده بس، كميه الارض الزراعيه او مساحه الارض الزراعيه اللي احنا كلنا بناكل منها حوالي 85 مليون نسمه دلوقتي في جمهوريه مصر العربيه، حوالي كام؟ 4% من مساحه الاراضي، 4% من مساحه الاراضي، 4%، 96% اراضي رمليه، وحضرتك عارف تكلفه الارض الرمليه كام؟ وان انا ابدا ازرعها كام؟ وانتاجيتها ما بتحصلش انتاجيه الاراضي اللي موجوده في الاراضي القديمه بتاعتنا. دي نقطه، ونقطه مهمه جدا، دي حاجه الثانيه كمان اللي انا بفهمها للمزارع، ان انا كان عندي اتفاقيه وادي النيل. دي بقول عندي اتفاقيه 55.5 مليار متر مكعب ميه سنويا حسب اتفاقيه مع دول حوض وادي النيل. النهارده احنا بنعاني من مشاكل، سدود بتتعمل، مباني بتتعمل، كميه ميه ما بتوصلناش، كميه امطار ما بتوصلناش، لدرجه ان انا سبحان الله احنا ما بنقولهاش كتخويف للمزارع تخويف للانسان المصري، احنا وصلنا دخلنا في مرحله الحد الحرج اللي هو نقول ايه؟ ان خلاص كميه الميه ما بتكفيش الفرد. احنا الحد الحرج المائي بتاعنا كام؟ المفروض لو احنا زدنا عن 1000 متر مكعب ميه في السنه للفرد الواحد يبقى وصلنا الحمد لله عدينا المرحله الحرج. احنا دلوقتي كميه الميه ال 55.5 مليار متر مكعب في اتفاقيه سنه 59 هم نفس كميه الميه اللي لما وصلنا 85 مليون. دكتور محسن، من خلال كلامنا مع حضرتك دلوقتي احنا يعني اتكلمنا في مواضيع كتير جدا، اتكلمنا في الزراعه، اتكلمنا في الميه، اتكلمنا في التعدي على الاراضي الزراعيه.
حوارنا ده يثبت ان قطاع الارشاد والمسؤولين داخل قطاع الارشاد عينيهم على الاراضي الزراعيه وعلى كافه المشاكل التي تواجه الزراعه المصريه. هناك جهود قويه جدا من جانب قطاع الارشاد ومكثفه، رفع وصقل المهارات لدى المرشد الزراعي، توصيل الابحاث العلميه الى ارض الواقع والعمل على تطبيقها بافضل صوره ورفع انتاجيه الفدان. انا في النهايه بشكر حضرتك. قال دلوقتي مع المهندس حلمي إدراز مدير عام الإرشاد بمحافظة الغربية. في البداية برحب بحضرتك فندم. أهلا وسهلا، مرحبا بك. مهندس حلمي، زي ما احنا بنتكلم النهاردة في حلقتنا عن الإرشاد ودوره في تطوير الزراعة المصرية، برضه هعيد نفس السؤال على حضرتك، وهو كيف ينظر الإرشاد إلى الزراعة المصرية وتطويرها في المستقبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإرشاد الزراعي هو اللي له الدور الرئيسي في تطوير الزراعة، لأن دلوقتي هو الحجر الأساس اللي بيربط بين جهات البحث العلمي من يمة وبين المزارعين من يمة تانية. جهات البحث العلمي بتتطور الزراعة عن طريق أصناف جديدة، والأصناف الجديدة لما بتطلع بتبقى بتحتاج توصيات فنية. ليه بقى؟ لأن عشان أوصل لأعلى إنتاجية من هذه الأصناف. التوصيات ده دور الإرشاد الزراعي اللي هو هيقدر يوصلها للمزارع. فالمزارع لما انا بوصل له هذه التوصيات ولما بيزرع الاصناف دي، يبقى اذا هنقدر يوصل الى اعلى انتاجيه لهذا المحصول وبالتالي بيزيد دخل. يعني معنى ذلك ان الارشاد بينظر الى المحاصيل الاستراتيجيه الهامه والنهوض بالانتاجيه بتاعتها. طيب بالظبط كده. بما ان حضرتك مدير عام بالارشاد، احتياجات الارشاد الزراعي نفسها علشان يقدر يطبق هذه السياسه. هو الارشاد عشان يطبق هذه السياسه دلوقتي احنا بنشتغل في برامج بيجينا بالاشتراك مع الاداره المركزيه للارشاد الزراعي. بتبدا بالتدريب الاخصائيين بواسطه الساده الباحثين، وبعدين بعد تدريب الاخصائي بيدرب المرشدين على التوصيات الفنيه اللي بياخدها من الباحث، والمرشد عليه يوصلها مع المزارع في الحقل عن طريق سواء كان في لقاءات حقليه او عباره عن ندوات او عباره عن اجتماعات مع الساده المزارعين. ده بالاضافه ان احنا بنعمل دايما في الزراعه بنعمل فيه حاجه اسمها ايام حقل، اثناء اي اجراء عمليه زراعيه في مرحله معينه، وان احنا في الاخر بنعمل يوم حصاد عشان نشوف النتائج اللي احنا قدرنا نوصل لها في النهايه. هل لما طبقنا هذه النظريات او هذه الابحاث او هذه التوصيات قدر الانتاج يزيد ولا ما يزيدش؟ ده يوم الحصاد اللي احنا بنقيم النتيجه في الاخر، بحيث المزارع بيحس فعلا ان خلال لما طبق التوصيات الفنيه دي اذا الانتاجيه عاليه بالنسبه تعود عليه في الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتاعه. قال دلوقتي مع المهندس عثمان فراج وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، وبرحب بحضرتك في البداية. اهلا بيك يا فندم، شرفت المديرية، شرفت الغربية. الله يخليك. احنا دلوقتي النهاردة مع حضرتك علشان نتكلم عن دور الارشاد الزراعي والتعاون مع كافة القطاعات داخل الزراعة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والحفاظ على الاراضي الزراعية. لو حبينا نتكلم عن الخطة المستقبلية اللي حضرتك من خلالها شايف مستقبل الزراعة في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، شرفت وبنرحب بيكم في مديرية الزراعة. الحقيقة دور مديرية الزراعة تنفيذ السياسة الزراعية اللي بيضعها السيد وزير الزراعة ووزارة الزراعة كلها بالاشتراك مع المحافظة هنا، وبنتعاون معهم في تنفيذ السياسة الزراعية. دورنا كمديرية الزراعة دور أساسي عندنا دور الإرشاد. الإرشاد ده يعني نقول مديرية الزراعة بقى 90% من تخصصها إرشاد، والدور الباقي تنظيمي. تنظيمي بمعنى صرف مستلزمات انتاج، معاونة المزارع في حل مشاكله. دور الارشاد هنا دور عظيم ودور كبير، لان الدور ده اللي وصلنا بان المحاصيل من انتاج قليل جدا لانتاج عالي جدا. ناخد مثال القمح، كان زمان واحنا صغيرين الفدان بينتج 14 قرداب 15 والمزارع يقول انتاج، دلوقتي 28 وبعض الحقول الارشادية بتقول 30.
في تنافس شديد بين المزارعين دلوقتي. في تنافس، وبعدين لما المزارع بيلاقي انه لما يتابع ارشادات الارشاد بتاع الزراعه بتاعنا او بتاع الاخوه المرشدين الزراعيين وبيحقق معاه نتائج بيدور علينا. هو كنا زمان نقول له تعالى يتكاسل، دلوقتي لما الاقي ان تنفيذ مع الارشادات بتاعه الاخوه المرشدين وقطاع الارشاد كله من اوله لاخره، من بدايه من الوزاره لحد القريه، بيديله توصيات بيطبقها على ارض الواقع بيلاقي نتائج ايجابيه، فبيدور لنا. ني كنا زمان نتحايل على حد يعمل عنده حق الارشاد يقول لك هبوظوه، دلوقتي يقول لك مش هنديك حاجه، يقول لك وماله، بس يكفيني اشرفكم على الحقول بتاعتي والارض بتاعتي عشان تديني اعلى انتاج. احنا دلوقتي بسم الله ما شاء الله محافظه الغربيه، المستهدف بتاعنا في القمح 130 الف فدان، وصلنا 156-157 الف فدان، ولسه في فرصة للزراعة ممكن نوصل 160 و170 ألف فدان. وده برضو راجع لإيه؟ لأن القمح بقى ينتج بواسطة التعليمات الإرشادية أعلى إنتاج، وبعدين عنده قمح وعنده تبن، فبالنسبة له القمح بقى محصول كويس جدا مفيد. ده ناتج لإيه؟ لاتباعه قواعد الإرشاد اللي احنا بننقلها عن طريق البحوث للمرشد الصغير اللي بننقلها بدوره للمزارع. في متغيرات عديده ظهرت في الاراضي الزراعيه. أيوة. يعني تقزم الحيازات. أيوة. دي مشكله. أيوة. التعدي على الاراضي الزراعيه مشكله اخرى. دلوقتي احنا عندنا مشكله حقيقيه في المياه. الارشاد الزراعي بيتعامل مع هذه المشاكل الهامه ازاي ويتغلب عليها؟ حضرتك بنعمل دايما ندوات ارشاديه في القرى، وبندعي المزارعين عندنا هنا في قاعه الارشاد في المديريه، وقاعات ارشاد احنا عندنا في كل مركز قاعه ارشاد. بندعي المزارعين ونقول لهم احدث ما توصل اليه سواء من الناحيه الارشاديه او من ناحيه السياسه الزراعيه اللي احنا عايزين نطبقها. بنقول ان حمايه ان الارض الزراعيه دي هي ملكك، بس مش ملكك تزرعها وتاجرها، لكن مش ملكك تبنيها، لان انت دي لينا ولاجيالنا القادمه، لكن انت بتتصرف فيها على اساس ان هي ايه حاجه زي ايه، زي الحديث بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام، ما ان الناس في سفينه بيستهموا واحد عايز يخرم مكانه بدل ما يطلع يجيبها من فوق، فلو سابوه المركب هتغرق. فاحنا بنقول انت اللي بتبني بتدمر اقتصادنا واقتصاد الاجيال الجايه، فبنحاول نغلظ القوانين اللي بتجرم تطبيق العقوبه على ارض الواقع، وبنساعد برضو بنعملها دور ايجابي. يعني بنقول ايه، المزارع بنيجي نقول له تعليمات ارشاديه بالزراعه، تزرع المواعيد، التقاوي، الكلام ده، وفي نفس الوقت بنقول له السياسه الجديده اللي بتطبقها الوزاره. بنقول ايه، الوزاره يا جماعه تهدف لزياده الايه القمح، زياده مساحات القمح للبنجر عشان يعوض القصب بخصوص نقص الميه، لان ده مصدر للسكر وده مصدر للسكر، فلما نتوسع في البنجر ونقلل في القصب يبقى احنا بنعمل حاجتين، بندي انتاج وفي التالي بنوفر ميه لزراعات اخرى، بتوفر له البدائل، يعني البدائل اللي هي تنتج نفس المستوى وبتكلفه اقل بالنسبه لاستهلاك الميه الحيويه دلوقتي. تقسم الحيازات، واحنا عايزين نتوسع في اصناف معينه. الحيازات دي بنقول يا جماعه يا ريت اللي يعالج الكلام ده اتباع الدوره الزراعيه، نرجع لقديمه، اتباع الدوره الزراعيه بتفرق كتير جدا، بتسهل لنا المكافحه، بتسهل لنا العمليات الزراعيه، يعني الحوض كله بيسقي، الحوض كله بيزرع، الحوض كله بيجمع، ففيه بتبقى فيه ايه التجانس، وبتبقى العائد الاقتصادي احسن. انما انا بزرع قمح جنب مني ايه برسيم، ده زراعة مختلفة، ده ري مختلف، انا بزرع قطن جنبه رز، الرز بيبوظ القطن والقطن بيبوظ الرز، والنتيجة الذرة جنب كذا الذرة بيتأثر بالمية. فاحنا الدورة الزراعية مفيدة جدا في توحيد النشاط في نفس المنطقة. يعني توحيد الزراعات دي احنا يعني شفنا عند حضراتكم هنا خطط للتوسع في استخدام الميكنة. أيوة. وده بيصعب تطبيقه في الحيازات الصغيرة. سيادتك كملت لي الكلام اللي انا عايز اقوله، لما بقول ايه ميكنة جرار ينزل يحرث 20 فدان، يفرق كتير جدا من نص فدان ويطلع ارض تانية نص فدان، بيضيع الوقت في المشاوير دون انتاج زايد. حتى لما نعمل ميكنه للحصاد، لما الحصاده تنزل في ارض رز 10 فدادين بتنجز عما تنزل هنا فدان، وانقل مكانين فدان تاني فدانين تانيين. فالحقيقه بنحاول نطبق ال حته استخدام الالات باقصى قدر ممكن، لان احنا مشكلتنا حاليا مش نقص عندنا مشكله في نقص العماله المدربه المسؤوله عن الاعمال الزراعيه، خد بال حضرتك. فيا ريت الميكنه ايه تحل لنا جزء من ده، وطول ما في دوره زراعيه يبقى في ايه تحقيق نتائج افضل، والتغلب على مشاكل كثيره جدا هيتم عن طريق التنسيق مع حضراتكم وعن طريق عينيكم اللي في الارض الزراعيه اللي هي المرشد الزراعي.
لو حبينا نتكلم عن المشاكل اللي بقابلها المرشد الزراعي دلوقتي ومن جانب الحكومة الحلول أو العمل على رفع كفاءة المرشد ورفع مستواه المعيشي نفسه. حضرتك احنا بالنسبة للمرشد دورنا ان احنا بنأدي له احدث التعليمات اللي نازله، بندي له دورات سواء في مكاننا او بنوديه اماكن ياخد فيها دورات على المحاصيل عامه. دور بقى بيقابله مشاكل، يعني انا كمرشد زراعي عايز وسيله توصلني من المكان بتاعي للارض، سواء موتوسيكل سواء حاجه، الوسائل دي مش موجوده، برضو الوسائل دي عايزه ناحيه ماديه. برضو انا بشتغل يعني يمكن قطاع الزراعه القطاعات الوحيده اللي اشتغل من الصبح لحد اخر النهار، ما عنديش وقت راحه ولا بتاع، انا بشتغل طول النهار، فبرضو عايز دعم عائد عشان تشجعني على العمل. يعني حضرتك لما انا اشتغل من الصبح للنهار وناس تانيه بتشتغل من 8 ل 2 وبتروح وبتاخد اكتر مني، انا برضو كمرشد. وبعدين طبيعه العمل في الزراعه قاسيه، يعني مده عمل طويله، طبيعه قاسيه والعائد قليل. دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول دايما يا ريت يا ريت تهتم بالمرشد نفسه اهم من الايه، من الكبار، لان المرشد ده المحرك الاساسي للعمليه، والمرشد ده لو ادى عمله كما ينبغي هتلاقي العائد والمردود بتاعه كبير جدا جدا جدا. وبهذا وعلى فكره برضو الاخوه المزارعين اللي بيسمعوني او اللي هيسمعوني بعد كده يعرفوا ان في فعلا طفره في انتاج المحاصيل الزراعيه، من انتاج اقل لانتاج اكتر، من نوعيات اقل لنوعيات احسن. دلوقتي القمح بقى سعر التسويق بتاعه يصل ل 400 جنيه الأردب، كان زمان 150 و100 وكان اقصى حاجه 280. شو بقى حضرتك لما العائد للفدان يبقى عائد عالي الفلاح بيتبسط وبيزرع. يعني احنا ما بنشجعوش الزراعه، هو اللي بيزرع بيقول ايه تعالوا نظموا لي وادوني التوصيات الجديده عندكم، بس انا عايز اللي بيديله التوصيه يبقى مرتاح نفسيا عشان ادي التوصيه انا مرتاح، مش افيد وانا غير مستفيد. دي المشكله اللي احنا بنحاول دايما نحلها، واحنا في الامكانيات الصغيره اللي عندنا بنحاول نعملها. يعني بقول ايه، اللي في الحقل ياخد احسن من اللي قاعد في المكتب. اللي في المكتب ده بينفذ سياسه ورقيه، لكن ده بينفذ سياسه على الطبيعه، وعشان ابقى نفسيا مؤهل ان انا اشتغل احس ان انا مجهودي ده ما بيضيعش، في عائد، مجهودي ده ليه عائد عندي ماديا وعائد على المزارع. صفحتنا النهاردة كانت من داخل محافظة الغربية علشان نتعرف على جهود الإرشاد الزراعي. اتكلمنا عن مواضيع كتير جدا تهم الزراعة المصرية، اتكلمنا عن المشاكل اللي بتقابل الأرض من حيث المياه ومن حيث تقزم الحيازات، أيضا اتكلمنا عن أهمية الميكنة في الزراعة المصرية. لكن في نقطة لفتت نظرنا ونظر المسؤولين، هي التعدي على الأراضي الزراعية المصرية. احنا بنوجه نداء لكل مزارع مصري، الحفاظ على الأرض الزراعية هي ثروة قومية ومستقبل مصر الغذائي. الحفاظ على الأراضي الزراعية واجب وطني لكل مزارع مصري ولكل مواطن. مشاهدي برنامج أجندة مرشد، شكرا لكم وإلى اللقاء.